لا غرابة أن تصبح الخطوات مكوكية. هنا في الطارمية أيضا يتواجد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على وجه السرعة، خطواته لم تهدأ منذ تسنمه منصب رئاسة الحكومة. اجتماعان طارئان مع القيادات الأمنية والعشائر في الطارمية، وتأكيد على فتح تحقيق لمصدري الشائعات التي تشوه صورة القوات الأمنية داخل وخارج البلاد. التوقيت المناسب لزيارة الكاظمي جاءت بعيد استشهاد آمر لواء 59 بالجيش العراقي العميد الركن علي الخزرجي. قطع توقيت الزيارة الطريق أمام أي فتنة تحركها الخلايا الإرهابية النائمة. الاستشهاد البطل آمر اللواء العميد علي قدم نفسه لحمايتكم، وهو بطل من أبطال الجيش العراقي. الطارمية التي عانت وتعاني مخلفات الإرهاب وإشعال فتيل الفتنة التي تغذي نمو خلايا داعش وتنظيمات إرهابية باتت اليوم تحت مجهر الرئيس بوعد التصدي لمن يحاول إحياء الطائفية من جديد. لكن البعض حاول يصور صورة وهمية من أوهام أعداء العراق أن هناك حملة انتقام. الدولة لا تبنى بالانتقام، الدولة تبنى بالقضاء وتبنى ضمن مفهوم المواطنة. مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي زار الطارمية أيضا في مناقشة للأوضاع بعد استشهاد الخزرجي، والتقى بشيوخ ووجهاء الطارمية في تأكيد على ضبط المشهد الأمني بعد أن أصبح لدى الجهاز الأمني العراقي خبرة في محاولات النهش بالصورة الأمنية. عشائر الطارمية أحاطوا بالكاظمي مشددين على الضرب بيد من حديد لكل من تخول له نفسه كسر القانون، كما ثمنوا مواقف القوات الأمنية ودعموا القائد العام للقوات المسلحة. إجماع شعبي على أن الكاظمي بات القائد الناجح الذي يقف على حل المشاكل بنفسه، مستثمرا كل دقيقة لأجل العراق والعراقيين. حفظ الله العراق وحفظ الله العراقيين. أنتم العراق. شكرا.